من بيونغ تشانغ وحتى القارة القطبية الجنوبية. إس واي هي من وثق بها واختارها جميع شعوب العالم. بالتكنولوجيا والإبداع كانت إس واي التقنيات البيئية للهندسة المعمارية من حيث الاقتصاد والأمان والحس الجمالي. البحث والتطوير المستمر وابتكار منتجات الهندسة المعمارية المتناغمة مع الطبيعة هي مصدر فخرنا وأساس ثقة عملائنا. نحن نقود مفهوما جديدا صديق للبيئة وخالي من الطاقة في مجال الهندسة المعمارية. هندسة معمارية مستقبلية رائدة صديقة للبيئة محورها الإنسان. Say yes, SY. SY التي بدأت عام 1994 كمتجر توزيع لمواد البناء تطورت لتصبح شركة تصنيع مواد بناء متكاملة وأصبحت مجهزة بمرافق إنتاج الألواح في أنسيونغ وأسان منذ عام 2001 إيماناً بأن مستقبل الهندسة المعمارية يعتمد على طريقة البناء بالألواح. أصبحت SY الشركة الأولى المنتجة للألواح في كوريا حيث شهدت نمواً هائلاً منذ تأسيسها، وأصبحت أعمالها لا تقتصر على كوريا فقط بل غزت الأسواق الخارجية، بداية في فيتنام في عام 2013 وواصلت التوسع في إندونيسيا وكمبوديا ونيبال من أجل تأمين قواعد إنتاج خارجية لها. منذ عام 2016 وبدأت SY في قيادة تغيير مفهوم الهندسة المعمارية حيث شهدت تقدماً في أعمال المنازل المعيارية المتقدمة بطريقة البناء بالألواح، وهي الطريقة التي تبرز إمكانيات SY. إن شركة SY هي الشركة الوحيدة المدرجة في مجال هذه الصناعة، وقد حققت التكامل في السوق العمودية حيث أمنت لنفسها أكبر شبكة إنتاج وتوزيع في كوريا بالإضافة إلى التصدير ل 18 دولة حول العالم بما في ذلك آسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وغيرهم، ومن ثم حصلت على وسام استحقاق الخدمة الصناعية، كما أنها تتطور لتصبح شركة عالمية تتجاوز كونها الأفضل في كوريا، حيث أسست لها 7 فروع تابعة محلياً و15 عملاً تجارياً و6 فروع تابعة و7 مصانع خارج البلاد. بينما كان الجميع مستقرين على اتباع طريقة البناء الرطب، فكرنا نحن في طريقة جديدة. SY تتحدى الصعاب. حصلت SY على العشرات من براءات الاختراع وما يقارب 100 من تسجيلات حقوق الملكية الفكرية، كما حصلت على اعتماد تحليل المخاطر والسلامة من قبل FM Approver وهي منظمة اختبار الشهادات ذات المستوى العالمي، واستوفت المعايير العالمية للسلامة والتكنولوجيا، وحصلت على شهادة UL. SY تقود التحول إلى مفهوم البناء الجاف. شركات صناعة الألواح بأفضل التقنيات الكورية وشركات صناعة الفولاذ التي تتمتع بإمكانية توفير الألوان حسب الطلب وشركات الأسكان التي تتبع اتجاه صديق للبيئة في بناء المساكن وشركات الصناعات الكيماوية لتزويد المواد الخام اللازمة لكل خط إنتاج وشركات حلول الطاقة الشمسية المناسبة لعصر الطاقة الجديدة والمتجددة وحتى SYM Mall التي توفر جميع المواد اللازمة لبناء وتزيين المنازل عبر الإنترنت. نحن نستعد للمستقبل بالتأقلم الفعال مع تغيرات بيئات الهندسة المعمارية عبر تعزيز التعاون في مجالات العمل مع كل تلك الشركات. تفتخر SY بامتلاكها أفضل بنية تحتية للإنتاج في آسيا. SY Panel Vina التي أسست في هانوي بفيتنام في يوليو 2013 ثم SY Steel Vina في هو تشي مينا بفيتنام وSY Industry في Phnom Penh في كمبوديا وSY Kinkana وSY Build في جاكرتا بإندونيسيا وSY Panel نيبال في كاتماندو بنيبال وSY SNC في سوتشو بالصين. بذلك أمنت SY لنفسها قاعدة إنتاج قوية خارج البلاد، فنحن نحقق تطويرا مستمرا باتباع استراتيجيات محلية متميزة جنبا إلى جنب مع تعزيز التضافر العضوي محليا. وعلى وجه الخصوص من المتوقع استمرار الطلب على تأسيس بنية نقل تحتية في المستقبل في إندونيسيا، وذلك بفضل الاعتراف بإمكانيات ومميزات تصميم ألواحنا بالفوز بجائزة الطلب بمحطة السكك الحديدية الخفيفة في إندونيسيا. تركيب منتجات SY سهل واقتصادي. تعد طريقة البناء بالألواح التي تتم فيها تصنيع جدران في هيئة وحدات في المصانع ثم تركيبها في الموقع أكثر راحة واقتصادية مقارنة بطريقة البناء الرطب. تستخدم طريقة الخطاف والتثبيت بالبراغي في ألواح السقف الشمسية الجديدة بدلا من طريقة الثقب عند تثبيت اللوحة الشمسي، حيث يمكن أن تقلل هذه الطريقة كمية الهواء بأكثر من 90% مقارنة بالطريقة الحالية، كما توفر كفاءة في توليد الطاقة المثلى من خلال السمت وزاوية ارتفاع الألواح الشمسية.
أما نظام السكك الحديدية النحيفة المصنوعة من الطوب فيقدم مثابة طريقة تجفيف مبتكرة جديدة يتم فيها إدخال الطوب النحيف أعلى قضبان التي يتم تصوير لوح العزل بها بحيث يكون البناء بسيطا وذو تكلفة منخفضة. تقلل ألواح السطح من فترة البناء وتكلفة مقارنة بطريقة القوالب السفلية، وهي تمكننا من تعزيز السلامة أثناء البناء وتحسين جودته بفضل طريقة بنائه ذات الجودة الفائقة. تحظى SY بريادة السوق في المجالات التي لم تكتشف بعد في طريقة البناء الجاف. تتميز منتجات SY بقدرة ممتازة على العزل مما يوفر في استهلاك الطاقة. أما لوحة تقنية عزل اليوروثان التي يمكن تثبيت طبقة رقيقة منها فهي أكثر مواد العزل كفاءة، حيث تعمل على تثبيت اللهب كما أنها مقاومة للحرارة وذات قابلية منخفضة الاشتعال مما يسمح باستغلال هائل للمساحة الداخلية. تتميز منتجاتنا بقدرات هائلة تزيد من حصتنا في السوق مثل عزل الصوت والرياح بفضل هيكل العزل المزدوج بالإضافة لأبواب مقاومة للحرائق المصنوعة من مادة الراتنج المتحجر المضاد للخدوش، والنوافذ والأبواب المعزولة بإحكام ذات الأداء المحسن بفضل التكوين المزدوج للهيكل متعدد الطبقات ومحكم الإغلاق، والمصنوع من مادة PVC ذات خصائص العزل ممتازة والسطح الحراري العازل وقابلية بناء الأسطح الحرارية المعزولة المحسنة. تخلق لكم منتجات SY مباني خلابة. الألواح الفولاذية الملونة ذات الجودة العالية التي تتميز بنسيج حيوي وتحافظ على سطح نظيف لفترة طويلة يتم تركيبها على جدران واجهة المباني وفي أبواب مكافحة الحرائق وألواح الزخرفة مما يعزز من تأثير الالتصاق بين الأعمال، كما يجرى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأجهزة المنزلية الأخ. كما أن لوح الألمونيوم المركب الذي يمكن تنفيذه بتصميم أنيق عبر تطبيق تقنيات الطلاء الملون على مادة سطح الألمونيوم يمكن أن يخلق مظهراً جميلاً حسب الرغبة. نحن نشيد مباني متطورة في فترة زمنية قصيرة وبتكلفة منخفضة. السلامة هي أولوياتنا القصوى في SY. عززت سلسلة SY Hidden Metal من عناصر السلامة عبر تقنية السحب المطورة ذاتياً في مناطق الانحناء، كما أنها تتميز بأداء ممتاز في مقاومة الماء والوقاية من الحرائق بالإضافة إلى متانة قوية ضد الصدمات والضغط والاهتزازات على المدى البعيد. أثبت المنزل المعياري بوليكام هاوس ثباته باجتياز اختبار الأداء أثناء زلزال تبلغ قوته أعلى من 6.5 ريختر لأول مرة في تاريخ مصنعي اللوحات الخشبية في كوريا. ولأول مرة في كوريا تم تطوير مادة MDI التي تعد مادة كيميائية خطرة وتخضع لرقابة صارمة للغاية حتى أصبحت مادة كيميائية غير خطرة يمكن استخدامها. نحن نجعل الهندسة المعمارية صديقة للبيئة والخالية من الطاقة حقيقة واقعية. بدأت SY بتطوير أسطح الشمسية ذات القابلية الممتازة للبناء، حيث طورت ذاتيا ألواح شمسية ومواد بناء حصلت على شركة KS، كما أصبحت قادرة على تقديم خدمات الشاملة في مكان واحد فيما يخص مرحلة البناء بداية من توريد مواد البناء ووصولا إلى تصميم ألواح الطاقة الشمسية وحتى إدارة عملية التركيب، ومن ثم حصلت على جائزة وزير التجارة والصناعة والطاقة اعترافا بكونها أفضل تكنولوجيا للطاقة الشمسية على الأسطح في كوريا. كما أننا نتعاون مع الشركات الكبرى لنقود مجال أعمال الطاقة الشمسية على الأسطح بما في ذلك إصلاح الأسقف القديمة وتركيب الألواح الشمسية. تجعل SY الهندسة المعمارية الصديقة للبيئة والخالية من الطاقة حقيقة واقعية بفضل خبرتها الممتدة عبر السنين. نحن نقدم لكم منزلاً خالي من الطاقة ويقي من فقدان الطاقة عبر الواجهات بتركيب ألواح ونوافذ محكمة الغلق تتميز بقدرة هائلة على العزل، كما تستمد تلك المنازل الطاقة اللازمة لها من خلال توليد الطاقة الشمسية. SY تقود تغيير مفهوم الهندسة المعمارية. تاريخ التحديات والأفكار حول الهندسة المعمارية بطريقة البناء بالألواح. كانت SY وما زالت رائدة في الأسواق الجديدة بفضل ما تمتلكه من معرفة وتقنيات متراكمة عبر السنوات، كما تورد أيضاً بوليكام هاوس إلى كوريا الشمالية. نحن نسعى لتوسيع نطاق أعمالنا في مجال الطاقة بفضل تقنياتنا الرائدة في مجال الطاقة الشمسية. تستعد SY لمستقبل الهندسة المعمارية في عصر الثورة الصناعية الرابعة. نحن نقود مستقبل الهندسة المعمارية الصديقة للبيئة من خلال الربط والدمج بين الإنتاج والتوزيع والبناء بشكل عضوي، مع التركيز على أعمال توزيع مواد البناء من خلال مركز التسوق عبر الإنترنت. نحن نتحدى بلا حدود بشغفنا وتقنياتنا. سوف نسعى دائماً نحو أسواق أوسع ومستقبل أفضل للهندسة المعمارية. نحن نركز على تغيير المفاهيم من أجل خلق بيئة أفضل تتعايش مع الطبيعة. SY ستشارككم في بناء مستقبل متوحر حول الإنسان.
نحن نغير مفهوم الهندسة المعمارية. Say yes. SY.